كمان دلوقتي هنقابل شركة متخصصة في تصنيع البطاطس النص مقلية، أسسها سنة 2004 محمود الضماسي، وهي شركة دالسا. عبقرية الشاب ده إنه بيزرع البطاطس لنفسه وبنفسه في الصلحية الجديدة وطريق الإسماعيلية، وبيستورد التقاوي الهولندية دايموند لصالح شركته بغرض زراعتها في أرضه اللي مساحتها النهاردة 1500 فدان، بخلاف التعاقد مع المزارعين في مناطق تانية هو اللي بيوفر لهم التقاوي وبياخد منهم البطاطس بتعاقد عادل جدا، وعشان كده ربنا كرمه وبيصدر دلوقتي ل 17 دولة بطاطس دالسا، منها روسيا واستراليا والبرازيل، وبعقود سنوية دائمة، وعنده وكلاء في جميع الدول العربية وخصوصا الأردن، مكتسح بجد كل السلاسل التجارية. أما في أفريقيا فأسواقه السنغال وبنين وتوجو والجابون وكوتيفوار وموريشيوس. اللهم زد وبارك. تعالوا نقابل الوحش ده. محمود رفاعي الضماسي، حضرتك النهاردة موجود في معرض جالف فود كواحد من أهم المصنعين للبطاطس النص مقلية دالسا، ولكن يمكن ناس كتير قوي ما تعرفش ان انت وراك قصه كبيره جدا بدات من اول زراعه البطاطس ولغايه النهارده محافظ عليها عشان تورد الانتاج لمصنعك وتصنعه باعلى جوده للعالم كله. عايزين نسمع الحكايه من ساعه ما بدات من اول زراعه لغايه النهارده، اسواقك فين؟ الموضوع بدا من تخرجي سنه 2004 من الجامعه بتاسيس شركه زراعيه. كنت بتزرع وتورد لشركات تصنيع؟ بالظبط. ده قبل السوق المحلي. كنت الاول بزرع وورد للسوق المحلي. تمام. وبعدين بعد كده دخلت في موضوع تاني خالص، تصنيع البطاطس المجمدة. الجملة اللي انت قلتها بسهولة كده وقررت خطوة تانية وادخل في التصنيع؟ لا دي مش سهلة. بالظبط كده. كان في دراسة جدوى للمشروع الاول، تقريبا خدت فيه اكتر من سنتين. ده كان هدفي ان انا اسس، زي ما اسست الشركة الزراعية، اسس مصنع كبير لإنتاج البطاطس المجمدة في مصر، ويبقى مشروع متكامل إن أنا أزرع البطاطس وأجني المحصول بالكامل وورده لخطوط إنتاجي وأصدره بالكامل. بدأنا إمتى المصنع؟ وجبنا الخطوط منين؟ واشتغلنا على أرضنا بس ولا بينا ناخد من الناس كمان المزارعين؟ في البداية خالص كنت برضو بعتمد على زميلنا من المستثمرين، أصدقائي اللي بزرعوا البطاطس مع الزراعات الخاصة بشركتي. تزرع فين؟ في منطقة الصلاحية الجديدة والإسماعيلية. بعد كده بدأت إن أنا أستورد البذرة الدايموند، تقاو دايموند من هولندا. ولا مستني مزارع يقول لك سعره كام ولا حد يورد لك من الحاجة التانية. إن أنا عندي الخطة الإنتاجية، بزرع المساحات اللي تكفيني طول العام من شهر واحد إلى شهر 12 في نفس العام ذاته. خطوط الإنتاج جبتها منين بتاع التصنيع؟ والرحلة كانت عاملة إزاي بحثاً عن هذه الصناعة؟ صعبة شوية. سافرت دول كتيرة، سافرت ألمانيا، تركيا، قعدت أكتر من سنة علشان أتعاقد على مع مصنعين لخطوط الإنتاج، والحمد لله الأمور مشت على أحسن حال. يعني حضرتك كده عملت كل حاجة، عندك الزراعة وعندك بالزبط. المصنع، فاضل أهم حاجة السوق الخارجي، وبرضه ظهري السوق المحلي. السوق الخارجي وصلنا لفين النهارده؟ دخلنا دول العالم كلها، صدرنا لاكثر من 16 دوله، يعني زي دوله روسيا، زي البرازيل، زي استراليا، امريكا، الدول العربيه كلها تقريبا. عندي وكلاء في كل دول العربيه. دي كلها معارض؟ طبعا مش شركتنا في المعارض، بس عندنا المجلس التصديري للصناعات الغذائيه ومكاتب التمثيل التجاري، بنقابل كل الناس المختصه في المجال. وده بيزود الثقه بينك وبين العميل لما يشوفك في المعارض. بالظبط، لان مش اي حد بيطلع ويشارك بالحجم بتاعنا دوت. طيب. في اي معرض لازم تكون شركه كبيره. طيب احكي لنا كده، دخلنا الدول دي ازاي؟ الموضوع مش سهل، احنا شعرنا بيض عشان نوصل للدول دي، صح ولا لا؟ صح مظبوط. يعني لسه شباب اهو، عيننا بيضة. بدات يعني مثلا في روسيا، وردت لاكبر شركات في روسيا، بدات ان انا اصدر منتجاتي على فروعهم في البرازيل، والموضوع يعني بقى يعني مشي زي كده بالظبط، يعني في كل الدول المتبقيه. فاهم يعني ايه يديك عقد سنوي؟ عقد سنوي ده معناه ان انت مصنع محترم، معناه ان انت راجل متابع كل قواعد وشروط سلام الغذاء، معناه ان انت راجل تراست، عندك الثقه ان انت تقدر تورد لي طول السنه لدوله كبيره زي روسيا. النقطه دي نقطه هامه جدا بالنسبه لكل الشركات المستورده مني، بعملهم دعوه زياره اثناء جني المحصول، يحضروا الحصاد، يطمنوا على الفريش اللي بتصنع منه البطاطس بتاعتهم، جدع بيصوروا الحاجات دي كلها وبيعرضوها في بلادهم على المستهلكين بتوعهم، ان احنا جايبين لكم منتج مصري محترم جدا
والتصدير للبلاد دي كانت روسيا او استراليا او البرازيل او جنوب افريقيا او كل الدول المتصدر لها ودول عربيه عامه. النهارده بعض المصانع اللي بتعمل البطاطس المجمده ونص مقليه تقول لك التكلفه ارتفعت عندنا، الخامات ارتفعت، الزيت ارتفع، التعبئه والتغليف ارتفع، فلازم تعاقداتنا على البطاطس مع المزارعين اللي هي 6000 و7000 يتم الالتزام بيها والمزارع يورد او يتم ايقاف تصدير البطاطس الفريش. تقييمك ايه للمذكره الغريبه دي؟ الكلام ده غير منطقي بالمره، لان انا عندي شركه زراعيه، تكلفه الفدان النهارده كانت 70,000، النهارده بقت 200,000، فده ظلم للفلاح المصري. يعني طن بطاطس ب 13-14,000 جنيه مش يا دوبك مغطي؟ المفروض ما يقلش عن 15,000 جنيه علشان يعوض الفلاح عن كل التكاليف اللي دفعها. ما ينفعش يعني ان احنا يعني نهدر حق الفلاح المصري بصراحه خالص. عجبني قوي وانت بتقول لي خلي بالك لما كنا واقفين بره في خريطه كده بتقول لي انا بصدر السنغال، بصدر كوت ديفوار، بصدر بنين، بصدر الكونغو. الله اكبر عليك. عايز اعرف منك غرب افريقيا بالنسبه لك مش صعبه في الشحن؟ هي صعبه في الشحن جدا ومكلفه جدا في الشحن، بس هي خطوه كان لابد منها ان احنا نغزي السوق الافريقي بالكامل.